تحت شعار قلم الذاكرة، تم اليوم إقامة احتفالية خاصة تكريماً لثلة من الإعلاميين صاحب الأقلام المهتمة بالذاكرة الوطنية بقصر رؤساء البحر. احتفالية تم تنظيمها من طرف المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة ارتأت أن تنظم هذه الاحتفالية لأقلام الذاكرة من الصحفيين والصحفيات الذين ساهموا بأقلامهم طيلة سنوات مضت. بالأمس قاوم أجدادنا الاستعمار الفرنسي بكل أنواع، بالسلاح، بالقلم، بكل شيء. اليوم نحن أيضا ما زلنا نقاوم كل من تخول له نفسه الاستيلاء أو محاولة التعدي على كل مقوماتنا الثقافية والحضارية. قناة الحياة الجزائرية كان لها نصيب تكريمي لصحفي ومقدم برنامج من الذاكرة عبد الغني بالقيروس، نظير ما قدمه من رسائل للذاكرة الجزائرية. رمزية احتفالية الصحفيين بعيدهم السنوي بعد يومين، رمزية أو نوفمبر بعد أيام، رمزية احتفالية بالستينية، تلك الرمزيات، ذلك التثمين كله يزيدنا إصرارا أنا شخصيا ويزيد المؤسسة التي أمثلها مؤسسة الحياة على تقديم أكثر في جميع المنتجات الإعلامية وبالخصوص في منتج الذاكرة. هي إذن احتفالية تصادف اليوم الوطني للصحافة الموافق 22 من شهر أكتوبر، وكذا الذكرى 7 لتأسيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء.